يلا مباشرة إلى البوليدة مع هداف الفريق والرابطة، ليس بعد مع أمين عابد، تفضل وليد. موسم استثنائي لمحمد امين عبيد، كيف لا، وهو الذي توج نفسه وهدف لشباب قسنطينه في موسم كان صعب جدا. اولا مبروك عليكم تتويج امين، موسم ما كانش سهل، اليوم ثلاث نقاط ثمينه امام اتحاد بوليده، منحتكم رسميا لقب البطوله. بون السلام عليكم، الحمد لله يعني فوز هذا كان ثمين جدا، سورتو يعني باش طمنا بها البطوله، كانت مباراه صعيبه ويسجلوا لنا هدف، هما يعني يلعبوا باريحيه، احنا اللي كانت علينا شويه بريسيون، بالحمد الحمد لله ليسونسيال 3 بوان اللي فرحنا لي سيبورتور هذو، ومازالوا نزيدوا نفرحوا ان شاء الله من العوام الجايه. ان شاء الله الموسم تاعك هذا العام كان مميز، وتوجت نفسك بهدف شباب قسنطينه وثاني هدف البطوله الوطنيه، وشنو اللي تعقلك الموسم هذا تاعك؟ والحمد لله يعني في الدي بي ما كنتش ننتظر يعني باش نسجل الاهداف هذو، من الحمد لله بفضل الخدمه ويعني الرجال اللي وقفوا معايا، مام لي جوار صحابي اللي وقفوا معايا، مام لي سيبورتور اللي داروا فيا ثقه، الحمد لله يعني وصلنا وين اخر المطاف وين فرحناهم وتوجنا باللقب الحمد لله. في بدايه الموسم واحد ما كان يراهم باللي شباب قسنطينه راح يتوج بلقب البطوله ويؤدي باركور مشوار استثنائي. يعني واحد ما كان يستنى، مي بالخدمه يعني ما ستاف تكنيك ما ستاف ميديكال اللي دار خدمه كبيره، مام يعني الاداره اللي الحمد لله وفرت يعني الامكانيات، لي سيبورتور ثاني اللي دائما يوقفوا، ما كنا نتعثروا يعني في ارضيه الميدان، يعني كانوا دائما واقفين معنا، سيما هذو صوالح كامل يعني هما اللي يعني ساهموا باش توجنا باللقب هذا الحمد لله. من ثنائيه اسامه دار في الاول البارح سمحت له باش يهرب عليك في سباق لقب هداف البطوله، راح تكون فرصه اخيره لك امام نادي فارادو من اجل تتويج بلعب. ان شاء الله ان شاء الله، واحد دوماج يعني ما نكذبش عليك كنت عيان شويه سيرتو من الماتش تاع ليك ناسيونال اللي فات، سي بور سا اللي ما ظهرش بالوجه الحقيقي تاعي، مي مازال ان شاء الله ماتش واحد يكافح حتى الدقيقه الاخرى ان شاء الله باش واللي فيها خير ان شاء الله يجيبها ربي. كل شيء مبروك. زميل بلال العوده اليك.